مشاهدي الكرام صباح الخير، برحب بحضراتكم. ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية في برنامجكم صباح البلد اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار بتنورنا دايما، صباح الخير عليك. صباح النور. هنبتدي جولتنا الإخبارية بمتابعة مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية في بيترسبورغ، وتغطية الزميل أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم ورئيس تحرير البرنامج لفعالياتها. من أهم العناوين نقرأ: القمة الأفريقية الروسية تختتم أعمالها بمدينة سان بيترسبورغ. الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر بشأن الظروف الدولية الراهنة وتعميق التعاون الاستراتيجي. مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام القائم على الحق والعدل والتوازن. دولنا تواجه عددا ضخما من التحديات التي تؤثر على مسارها التنموي وتهدد محددات أمنها. الدول الأفريقية ذات سيادة ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات، وأهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز الأزمة. أيضا نتابع تصريحات أدلى بها المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال فيها: الرئيس السيسي حريص على التنسيق والتشاور مع الرئيس بوتين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين جسد حجم التعاون والتفاهم والتقدير المتبادل بين الزعيمين، وأشار إلى أن الرئيس بوتين أكد على الأهمية التي يليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. دكتور مختار، يعني قمة فيها العديد من الجوانب الهامة جدا، سواء بقى احنا بنتكلم على جمهورية مصر العربية وعلاقتها بروسيا او روسيا وافريقيا. خليني ابتدي قبل ما اتكلم، خلينا نروح لمكان الحدث من سان بيترسبورغ بروسيا مع الزميل احمد حمدي، رئيس تحرير برنامج صباح البلد ومحرر شؤون رئاسه الجمهوريه باخبار اليوم، لانه متواجد حاليا في سان بيترسبورغ. صباح الخير زميلي العزيز. طبعا خير وصوت حياتي لحضرتك وكل سادة المشاهدين. صباح النور. يعني أحمد، خليني أتكلم على هذه القمة، توقيت القمة، ما يحدث في أفريقيا، اللقاء الثنائي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين، ما استطاعت أن تجنيه أفريقيا من هذه القمة الهامة، وأعتقد أنه الكثير. خلينا نبدا معاكي من الجزء اللي انت طرحتيه اللي هو متعلق بفكره التوقيت بتاع القمه. انعقاد القمه هي القمه الثانيه، قبل كده كان في قمه بين روسيا وافريقيا في 2019، لكن القمه دي فكرت اهميتها من جزء توقيت انعقادها، لان النهارده العالم كله عارف في الازمه الروسيه الاوكرانيه والتداعيات الكبيره بالنسبه لهذه المعركه متعلق بالجزء الحبوب، تصدير الحبوب. نعم. اتفاقية الحبوب زي ما حضرتك عارفه والساده المشاهدين عارفين فيها ازمه، لان روسيا ما ثبتتش تاني في اتفاقية الحبوب، وبالتالي احنا داخلين على ازمه كبيره جدا جدا فيما يتعلق. صراحه الجانب الروسي اتعامل بذكاء شديد جدا في هذا الموضوع، وقدم طرح منذ اليوم الاول لانعقاد القمه، سواء في تسهيل وصول وتصدير القمح الروسي لعدد من الدول الافريقيه. رئيس بوتين اعلن بشكل واضح ان هيكون في دول حوالي 6 دول افريقيه هيتم منح الحبوب ليها بشكل مجاني. ده الشكل مجانا متعلق مجانا في نعم. 6 دول اعلن رئيس بوتين بان هيكون لهم تصدير القمح او الحبوب تروح لهم بشكل مجاني. انا اعتقد ان هذه القمه الجزء الثاني فيها، يعني هي فيها اكثر، يعني فيها نتائج وفيها طرح وفيها فوائد عايده للجانب الافريقي اكثر من اي قمه معديه. النهارده احنا بنتفرج ان في السنوات الاخيره بدات افريقيا هي قبله للعديد من القوى العظمى، سواء الصين، سواء الولايات المتحده الامريكيه، الاتحاد الاوروبي، ايضا روسيا. لكن اهم ما اتسمت به القمه الافريقيه الروسيه
هي ان روسيا قدمت ورقه الى حد ما نقدر نقص منها جاده في تنفيذ وعود مفيده جدا للجانب الافريقي، مش في شق الحبوب فقط. النهارده الرئيس بوتين اعلن امبارح حاجات في التعليم، حاجات في الصحه، حاجات في التوسع في مستوى التمثيل الدبلوماسي لروسيا في القاره الافريقيه. اول مره النهارده نشوف ان في قوى عظمى بتتكلم عن فكره مش استغلال افريقيا، بتتكلم عن فكره ان تقف مع افريقيا في ان تكون دوله تكون دولها قويه وان هي دول قادره على انها تعتمد على نفسها. فزي ما حضرتك ذكرتي الجزء بتاع التوقيت كان مهم جدا، لان النهارده الدول الافريقيه كلها تتعرض لازمه كبيره جدا جدا فيما يتعلق بالامن الغذائي. نعم. طيب معلش يا احمد، دقيقه واحده، لو تجيبوا لي منشط جريده اخبار اليوم يا جماعه مره ثانيه على الشاشه، لان المنشط انت كاتب منشط في غايه الاهميه. الرئيس السيسي امام هذه القمه يطرح رؤيه مصر بشان الظروف الدوليه الراهنه وتعميق التعاون الاستراتيجي. رؤيه مصر كانت ايه اهم بنودها لو سمحت يا احمد تقولها لنا؟ خليني اقول لك ان الرئيس السيسي كان عامل طرح مهم جدا 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 في الكلمات اللي ذكرها سواء في اليوم الاول للقمه او في اليوم الثاني للقمه. الجزء المتعلق الرئيس السيسي اشار للمشاكل بشكل محدد اللي بتعاني منها القاره الافريقيه، ومن ثم طرح امام الجانب الروسي باعتبار انه رئيس بيمثل رئيس قمه رئيس التجمع النبات الافريقي، طرح فكره احتياجات القاره الافريقيه اقتصاديا، طرح فكره الاحتياجات. كان في برضه جزء مهم جدا جدا في رؤيه مصر فيما يتعلق بمشكله الروسيه الاوكرانيه، وده كان واضح جدا في الحديث والاجتماع اللي حصل بين الرئيس بوتين. حتى الرئيس بوتين في العديد من الكلمات كان بيوجه كل تحيه وتقدير وحديث حول حرصه شديد جدا جدا على التعاون مع الرئيس الروسي، سواء في الجزء المتعلق بالمنطقه الاقتصاديه اللي هتبقى موجوده في روسيا والعديد من الحاجات. فالحقيقه كانت طرح الرؤيه المصريه في الظروف الدوليه الراهنه وفي العديد من الملفات الاخرى فيما يتعلق بليبيا ودول جوار افريقيه كثيره. نعم. طيب يعني انا سمعت بعض اللقاءات مع الجانب الروسي، وكان هناك طرح ان مصر هتبقى هي المركز الأساسي لجلب الحبوب إلى مصر ومن ثم توزيعها إلى أفريقيا. لو تقولي كواليس هذا الاتفاق. هو الاتفاق كان بيتكلم في جزئية ان مصر هتبقى وسيط فيما يتعلق بالجزء بتاع طرح توزيع الحبوب ووصولها للاماكن الافريقيه. الرئيس برضه في الجزء ده كان متكلم بشكل واضح ومحدد فيما يتعلق بسياده الدول الافريقيه وانها تكون بعيده عن فكره الاستقطاب وان من حقها الحصول على حقوقها بشكل واضح وبشكل كامل دون استغلال. الو 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 ايوه سامعك اهو. طب سامعني. طيب حضرتك يا فندم. طيب يا فندم. طيب عايزه اوصل لنقطه اخرى، يعني بشان المشاكل داخل القاره الافريقيه. احنا عارفين ان السودان فيها مشاكل الان والنزاع القائم في السودان، النيجر وما يحدث فيه الان، والموقف الروسي، لان احنا بنتكلم على دول افريقيه في الاول وفي الاخر، يعني بنتكلم على النيجر وعلى السودان، وطبعا ليبيا برضو احنا داخلين على مرحلة هامة في ليبيا. الموقف الروسي من هذه المشكلات كان فيما يتعلق بالجزء هو خلينا نتكلم في الموقف الروسي فيما يتعلق بالعديد من القضايا الدولية او القضايا الافريقية. كان مجال الطرح في اللقاء اللي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الزعيم بوتين قبيل انعقاد القمه، كان في اتفاق واضح ومحدد فيما يتعلق بالازمه الليبيه. رئيس الاتحاد الافريقي في النيجر تحدث مع رئيس بوتين فيما يتعلق بازمه النيجر، وكان شبه البيانات او شبه ما قيل حول هذا الموضوع متعلق بضروره دعم الاستقرار في النيجر والشرعيه الموجوده هناك.
طيب برضو خليني اتكلم على المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه الدكتور المستشار احمد فهمي. يعني قال تصريح في غايه الاهميه وانت كاتبه في منشات كمان. السيسي بوتين زعيمان يصنعان تاريخا جديدا لعلاقات مصريه روسيه عميقه الجذور. عمق العلاقات الروسيه المصريه دي بتدينا زخم في التعامل مع ما يحدث الان في العالم، مش هتكلم بس في افريقيا، في العالم كله. هو كان في تصريحات المستشار احمد فهمي حوالين اللقاء اللي جمع الزعيمين وحول مشاركه الرئيس السيسي خلال هذه القمه، والرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على حتى الدوله المصريه على تعزيز التعاون مع الجانب الروسي، وهنأ الرئيس بوتين مرور 80 عام على العلاقات بين البلدين. وزي ما قلت لحضرتك في بدايه حديثي معاكي عن جزئيه ان الرئيس بوتين كان حريص جدا جدا في مداخلاته للحديث على انه بيكون حريص جدا على اخذ التشاور مع رئيس السيسي ما يتعلق بالعديد من القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشتركه بين الدولتين. ايضا انا عايز اقول لك كانت الجزء اللي اتكلم فيه معانا المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه كان بيتكلم ان هناك حظ جدا كبير من الجانب الروسي ان يكون في تعاون بين القياده السياسيه المصريه والقياده السياسيه الروسيه في مجالات مختلفه، سواء على الشق الاقتصادي فيما يدعم افريقيا وعلى الجزء المصري فيما يتعلق بالدوله المصريه والدوله الروسيه، باعتبار ان هذا الدوله المصريه اذا ذكرت افريقيا فهتذكر مصر ودور الدوله المصريه. صحيح. الكاتب الصحفي احمد حمدي محرر شؤون رئاسه الجمهوريه بجريده اخبار اليوم ورئيس تحرير صباح البلد، توصل لنا بالسلامه ان شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا. دكتور مختار، يعني سمعنا من زميلنا احمد حمدي وهو هناك كان في القمه في سان بيترسبرغ وتابع بشكل كبير، يعني من الواضح، خليني اقول انه كان واضح الدعم الروسي لمصر. يعني احنا لو بنتكلم على منطقه الضبع، بنتكلم على المنطقة الصناعية الروسية، بنتكلم على أن مصر هتبقى مركز لتوزيع الحبوب على أفريقيا، كل هذا بيدي دعم لمصر أكثر وأكثر. شايف هذه القمة ماذا استطاعت مصر أن تصل برسالة إلى العالم من خلال هذه القمة؟ شوفي أنا هاخد لك القمة دي بزاوية ثانية مختلفة. وأنا سمعت حوارك مع أستاذ أحمد حمدي، القمة دي قمة تانية. احنا القمة الأولى احنا لعبنا دور كبير جدا فيها، وكانت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سنة 2019 اللي هي قمة سوتشي، يعني القمة الأفريقية الروسية دي القمة التانية الآن. القمة الأولى كانت سنة 2019، ودي القمة اللي لعبت فيها مصر دور أساسي في تعزيز تعاون مشترك ما بين القارة الأفريقية وما بين الطرف الروسي. وكانت مصر في هذه القمة برئاسة مشتركة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس الروسي بوتين. القمة الثانية دي قمة التحدي. ليه قمة التحدي؟ لأن القمة الأولى حضرها فوق ال 30 زعيم داخل القارة الأفريقية. القمة الثانية دي حصلت ضغوط من قبل العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية على كثير جدا من القادة الأفارقة لإفشال هذه القمة. وكانت النتيجة ده أن حضر داخل هذه القمة في حدود 17 رئيس دولة من عداد 49 دولة داخل القارة الأفريقية، وبقية الدول ممثلين ما بين رؤساء وزراء ووزراء. فالجانب الروسي داخل هذه القمة متحفز لنجاح. بدأ التبرع بين 25 ألف ل 50 ألف طن قمح لست دول أفريقية على رأسهم زيمبابوي، أفريقيا الوسطى، مالي، الصومال، الدول الفقيرة الأكثر فقرا. ثم أشار إلى المنطقة الصناعية أو المنطقة التجارية اللي روسيا بتقوم بإنشائها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أن تبقى ترانزيت للقارة الأفريقية. أي احتياجات للقارة الأفريقية تأتي من قبل الطرف الروسي إلى المنطقة الصناعية أو المنطقة التجارية، ثم يتم إعادة تصديرها مرة أخرى إلى داخل العالم الأفريقي. وروسيا تقدر لمصر دورين. الدور الأساسي اللي صنعته مصر نتيجة تنمية العلاقات الروسية الأفريقية من خلال قمة سوتشي اللي اتعملت 2019، والرئيس الروسي يقدر لمصر هذا الدور الأساسي اللي لعبته مصر في هذا الشأن. الجزء الثاني، وده جزء مهم جدا والروس بيلعب عليه كويس جدا وبدرجة جيدة، إن القارة الأفريقية سئمت أو بدأت تشعر بضيق من آليات التعامل العالم الغربي معاه. يتعاملوا معاهم بمنطق كبر معين
بمنطق علو فرنسا وضغوط فرنسا بيتعاملوا معاه من منطق مستعمر بدرجة أو بأخرى، ابتزاز ثروات، وده خلى دول داخل القارة الأفريقية بدأت تتحلل من قيود ارتباطها بالعالم الغربي. شفنا مالي وأفريقيا الوسطى على سبيل المثال وآليات تحللهم من الطرف الفرنسي وبداية وجود فاغنر ليها. وتستغربي انه هذه القمة الافريقية التانية برغم الضيق او برغم المشاكل اللي كانت موجودة بين قائد فاغنر وبين الرئيس الروسي بوتين، هتلاقي قائد فاغنر موجود داخل اروقة هذه القمة وله ادوار رئاسية جدا، وله تصريحات وله كثير جدا من اللقاءات الثنائيه بينه وبين كثير جدا من الزعماء داخل القاره الافريقيه. النيجر اللي احنا بصدد الحديث بشانها وخاصه بالانقلاب العسكري اللي وجد فيها، البديل الطبيعي الموجود داخل نيجر هي قوات فاغنر بديلا عن القوات الروسيه. وفاغنر استطاعت ان تسيطر على مالي بديلا عن القوات الروسيه، واستطاعت ان تدخل الى افريقيا الوسطى بديلا عن قوات الفرنسيه الموجوده. يعني اختفاء النفوذ الفرنسي تقريبا، النفوذ الفرنسي الغربي بدا مش بدا يختفي، بدا يقل دوره داخل الساحه الافريقيه على حساب دور روسي بدا يتواجد داخل الساحه الافريقيه. وده خلى احد المؤتمرات الهامه لحلف الناتو، تحدثت الولايات المتحده الامريكيه مع اعضاء الحلف بانه تغلغل الروسي داخل الساحه الافريقيه بدا يشكل تاثير عليها، وبدات الولايات المتحده الامريكيه تعيد بناء قواعد عسكريه امريكيه داخل القاره الافريقيه على راسها موريتانيا على سبيل المثال. فانت عندك واقع داخل الساحه الافريقيه شكل من اشكال التصارع والتسابق الدولي عليه. التصارع والتسابق الدولي عليه في هذا الوضع بيكسب ارضيه من خلاله الطرف الروسي، وبيخسر ارضيه من خلاله الطرف الغربي او الطرف الامريكي، في ظل الصراع الاكبر بقى وهو انهاء هيمنه الولايات المتحده الامريكيه كقطب وحيد على مستوى العالم، وهو ده سر الصراع الاكبر داخل الساحه الاوكرانيه. طيب هكمل ايضا لانه بالامس كانت في قمه هامه جدا حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينه سان بيترسبورغ في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى جانب قاده الدول الافريقيه المشاركين في مبادره الوساطه الافريقيه لتسويه الازمه الروسيه اليوكرانيه. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا ويوكرانيا، مع تأكيد أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، حيث تم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي واليوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة. قبل هذه المبادرة دكتور مختار، أتذكر أنه في كوب 27 في كلمة الرئيس في افتتاح كوب 27 لما قال أن هذه الحرب يجب أن تنتهي ويجب أن يكون هناك تسوية ما بين الجانبين، وبعد ذلك ابتدينا نشوف المبادرة الأفريقية، ويمكن خليني أقول هناك مبادرات عديدة منها كانت مبادرة الصين ولم تنجح، خليني أقول لم تجد القبول الكافي، لكن المبادرة الأفريقية ممكن يبقى فيه يعني في حالة استماع وتركيز أكتر معاها ليه؟ شوفي القارة الأفريقية ليه عملت هذه المبادرة برضو؟ ده برضو سؤال مهم جدا. القارة الأفريقية احنا عارفين زي ما قلت لك 22 دولة داخل القارة الأفريقية دي دول فقيرة. وتعتمد على جزء كبير جدا من غذائها يأتي من الجانب الروسي والجانب الأوكراني. الجزء الثاني إن بدأت القارة الأفريقية يحصل عندها شكل من أشكال التضخم فوق ال 40% وزيادة في الأسعار فوق ال 44%. وتأثر في حدود 30 مليون طن قمح مفترض يأتوا من الجانب الروسي إلى الجانب الأفريقي، وبدأت تحصل عملية شكل من أشكال الضغط الشديد جدا على الحياة والغذاء داخل القارة الأفريقية. من هنا كان فكرة المبادرة أنه يذهب قادة ستة من قادة دول العالم الأفريقي وكان ممثلا فيه رئيس الوزراء عندنا الدكتور مصطفى مدبولي إلى لمقابلة الرئيس الروسي ولمقابلة الرئيس الأوكراني. راحوا أوكرانيا قعدوا مع زيلينسكي، وراحوا روسيا قعدوا مع الرئيس الروسي، وبدأوا يقولوا يعني هذه الحرب احنا متأثرين بيها والآخر من هذا القبيل. وبالتأكيد هذه المبادرة لها أذان صاغية بالنسبة للجانب الروسي والجانب الأوكراني. بس انت تتحدثي عن صراع، هذا الصراع
مش مرتبط بصراع على دولة أو صراع عسكري عشان خاص بحدود ولا حاجة، ده صراع يعيد صياغة أقطاب إقليمية أو أقطاب دولية من جديد على مستوى العالم. الطرف الفرنسي حاول وفشل، الطرف الألماني من أكبر الخاسرين داخل هذه الحرب، خسر في حدود 20 مليار دولار على رأسه نورد ستريم 2، وتكلف 10 مليار دولار واتقفل بقى مواسير تحت المية. ودول كثيرة جدا تقوم بهذا الموضوع، بتحاول انها تهدئ من هذا الموضوع، وتركيا قامت بدور وسيط وهي العنصر الضامن لسلاسل القمح الى العالم الخارجي بينها وبين الطرف الاوكراني. لكن يظل هذا الصراع مرتبط بشيئين اساسيين، الولايات المتحدة الامريكية هترتضي بان مرحلة هيمنتها كقوة واحدة على مستوى العالم انتهت، وعليها ان ترتضي بالطرف الروسي والطرف الصيني اقطاب اخرى صاعدة، ولا الطرف الروسي والصين هيدركوا بأن المرحلة الخاصة بهم لم تأتي بعد، وأنه ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على مقدرات العالم؟ هذا هو أصل الصراع. إذا وصلت النقطة تلاقي فيما بين هيمنة أمريكية ما زالت مستمرة أو خفوت أمريكا انتهى، ودي سنة الحياة، إمبراطوريات تتورث إمبراطوريات، وصعود صيني روسي تقبله الولايات المتحدة الأمريكية، هو ده الصراع الموجود داخل الساحة الأوكرانية. فلا الطرف الأفريقي ولا الطرف الاسيوي ولا اي طرف هيستطيع ان يفعل شيء، لكن كل ما تستطيع ان تفعله انك انت توجهي رساله الى الاطراف المتصارعه بان احنا متضررين، وان هناك تاثير بالغ، وان هناك ارتفاع في الاسعار وحاله تضخم، ومن فضلكم اوقفوا هذه الحرب والا حاولوا تساعدونا. ودي المبادره اللي عملها الرئيس الروسي، وقال ايوه انا هدي 6 دول داخل القاره الافريقيه قمح ببلاش مجانا، ما عنديش فلوس، ما عنديش مشكله ان انا اخد فلوس، بالعكس انا عندي منطقه اقتصاديه وصناعيه عاملها داخل مصر، وانا هعمل دي ترانزيت استطيع ان انا اورد من خلالها بعض الاحتياجات داخل القاره الافريقيه. ودي برضو تاتي في ظل الصراع بين الروس وبين الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي، مين هيستطيع ان يقدم للقاره الافريقيه ما يطمئنها، ومين هيستطيع ان يفرض لها احتياجاتها وفق هذه المعايير اللي احنا بنراها على المجتمع الدولي. وايضا خلينا نقول انه بشكل او باخر صراع على الهيمنه على قناة السويس بشكل أو بآخر، لأن لما يبقى عندي منطقة صناعية روسية فده تواجد روسي. ما هو بلاش هيمنة بس على قناة السويس دي، مش هيمنة، مش هيمنة بمعنى هيمنة، يعني هيمنة اقتصادية. لكن نقدر نقول إيه؟ نقدر نقول أنت عندك منطقة اقتصادية كبيرة جدا في قناة السويس، هذه المنطقة الاقتصادية الكبيرة في قناة السويس أنت فرداها على نطاق الدولة ونطاق الإقليم، يا جماعة دي منطقة جذبة للاستثمار، ودي منطقة تستطيع من خلال أنك أنت تنشئي مشاريع اقتصادية، وعندك تموين سفن، وعندك خدمات سفن، وعندك صناعة سفن، وعندك صناعة حاويات وغيره، وعندك منطقة صناعية على مسافة 7 كيلومتر ما بين الشريان القديم وما بين الشريان الجديد اللي اتعمل، اللي احنا عملناه من 3-4 سنين. المنطقة الصناعية دي منطقة جاذبة لاستثمارات صناعية وتجارية واقتصادية كبيرة، اي حد يستطيع انه ياتي يعني يبادر بانه يخلق لنفسه. الطرف الروسي شجع ده وجه قال انا هاخد قطعة ارض كبيرة من هذه المنطقة هعملها منطقة صناعية، وهعمل منها منطقة تجارية، وهعمل منها محطة ترانزيت لمنتجاتي اللي أنا عايز أعيد تصديرها إلى العالم الخارجي أو إلى المناطق القريبة. وده جزء مهم جدا من خصوصية العلاقة بينك وبين الجانب الروسي، لأن خصوصية العلاقة بينك وبين الجانب الروسي بجانب أن الجانب الروسي هو وريث الاتحاد السوفيتي اللي كان ليكي علاقات خاصة بيه، لكن الجانب الروسي أنشأ عندك محطتين مهمتين، محطة الضبعة النووية ودي هدخلك إلى الطاقة النووية السلمية، ودي مسألة مهمة جدا، ثم المنطقة الصناعية اللي الجانب الروسي. وهل الجانب الغربي موجود أو الولايات المتحدة موجود في أي من الجانبين؟ لا طبعا. طب يبقى خلاص، يبقى ده اللي أنا بقوله، إن صحيح. هي فقدت جزء كبير من التواجد. هو الطرف الروسي في العادة من وقت صعوده في 2007-2008 رشا وهو بيكسب أرضية على نطاق الدولة ونطاق الإقليم، لأنه انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم بدأ 90-91 بانهيار الاتحاد السوفيتي واستمر لغاية 2007 دي أرسلت روسيا قاذفتها الاستراتيجية في المحيط الأوروبي، جمدوا اتفاقية الأسلحة التقليدية بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية، انتهوا من سداد ديون كامل الاتحاد السوفيتي، وبدأوا يخشوا
الوحشي يضايقوا الولايات المتحدة الأمريكية في كثير جدا من مناطق النفوذ. طيب خليني أنتقل لمتابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي مبرزا أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف. أضاف المتحدث باسم الخارجية نؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقا لصلاحياتهما في اتفاق السخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت. ليبيا دخل على مرحلة مهمة، وأتمنى أن هذه المرحلة تكلل بالنجاح. كفى على ليبيا ما يحدث فيها منذ سنوات. هل نجد هناك دعم دولي، أنا بكلم دولي، أن فعلا تتم هذه المرحلة؟ طب هقول لك حاجة، بعيدا عن الدعم الدولي والدعم الدولي، من عندي تدخلات أجنبية، من هقولك فأنا عايزة أطمن أن مش عربي. أنا بكلم دولي ولا مصري. كل الأطراف الدولية والإقليمية بيقولوا إحنا عايزين هدوء داخل الساحة الليبية، وعايزين مرحلة انتقالية، وعايزين دستور ليبي، وعايزين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عشان يستقر الأوضاع داخل الساحة الليبية. السؤال الأخطر، الأطراف السياسية المتصارعة داخل الساحة الليبية وصلت إلى توافق تستطيع من خلاله إن إحنا نقول إن إحنا أمام مرحلة انتقالية وضعت، وأمام تحديد جدول زمني موجود لانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية أو وفق الاستفتاء على الدستور الليبي؟ ده السؤال الأخطر الموجود، بمعنى إن كل هذه الكلمات التي تقال في أروقة كثير جدا من الاجتماعات على نطاق الدولة ونطاق الإقليم يا رشا تصطدم بنقطة مهمة جدا، إن الأطراف السياسية الموجودة داخل الساحة الليبية ما زالت في حالة تصارع، وما زال السؤال اللي بيطرح نفسه، من الذي سوف يقود المرحلة الانتقالية؟ عبد الحميد الدبيبة بيقول أنا رئيس وزراء موجود وأنا مرحلتي ما انتهتش. البرلمان الليبي عين فتح باشأغة ثم عزل فتح باشأغة وجاب وزير ماليته وهو قال ده رئيس وزراء، فعندي حكومة هنا في الغرب وعندي حكومة هنا في الشرق. من سوف يقود المرحلة الانتقالية ومن سوف ييسر الأرض أمنيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ ده السؤال الصعب اللي لغاية النهاردة ما فيش حد جاوب عليه. عبد الحميد الدبيبة ماشي وفتح باشأغة ووزير ماليته ماشي، وهنجيب حكومة جديدة زي حكومة الدبيبة، مع حكومة الدبيبة دي ورثت ليبيا أو أخذت رئاسة الوزراء الليبية من فائز السراج، وفائز السراج أصلا كان جاي باتفاق أممي، لكن رؤية للخلاف الكبير بين فائز السراج وبين عقيلة صالح وبين خليفة حفتر أن يذهب فائز السراج ويذهب ده ويأتي عبد الحميد الدبيبة. فشل عبد الحميد الدبيبة في إجراء الانتخابات الرئاسية 24 ديسمبر 2022، ودخلت ليبيا أو 2021 ودخلت ليبيا في صراع كبير جدا ما زال موجودا حتى هذا التاريخ. لو تم تسوية الصراع السياسي ما بين الأطراف الليبية المتصارعة تحديدا، أو هناك اتفاق أممي بإزاحة عبد الحميد الدبيبة وإزاحة فتح باشأغة ووزير مالياته وتأتي حكومة انتقالية مصغرة تدير المرحلة الانتقالية ونقول هنعمل انتخابات رئاسية بتاريخ كذا، انتخابات برلمانية بتاريخ كذا، وعند قاعدة دستورية منبثقة من الدستور الليبي، وصلت لده انتهت المشكلة داخل الساحة الليبية. صحيح. طيب خليني برضو في الشأن الدولي، كان امبارح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان ليه كده قال كلمة في غاية الأهمية، وكلمة كانت يعني أول مرة نسمعها، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأرض باتت الآن في عصر الغليان العالمي، لقد انتهى عصر الاحترار المناخي العالمي في الوقت الذي أكد فيه العلماء أن يوليو الحالي أكثر الشهور المسجلة سخونة على الإطلاق، حيث ضربت تداعيات موجة حر فأقامها الاحترار المناخي العالمي أجزاء من أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية هذا الشهر، إضافة إلى حرائق غابات أتت على مساحات من كندا وجنوب أوروبا. أضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التغير المناخي هنا وهو مرعب، وهذا مجرد البداية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وقوية لوضع حد للانبعاثات المسببة
لارتفاع حرارة الأرض. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي من المرجح جدا أن يكون يوليو 2023 أكثر شهر يوليو سخونة وأكثر الشهور المسجلة سخونة على الإطلاق. دكتور مختار، هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كويس إن إحنا طلعنا من الشجب والإدانة، يعني قلنا حاجة، قلنا تصريح جديد، بس لما هو بيقول من باتت الآن الأرض في عصر الغليان العالمي، يعني أنا كأمين عام للأمم المتحدة نحن نعيش في عصر الغليان العالمي، ليس فقط غليان درجة الحرارة والاحترار المناخي، ولكن هو غليان على كل الأصعدة. صحيح. يعني هو لازم ياخد باله ان احنا كأنت كأمين عام لأمم المتحدة ان الغليان لم يطل فقط درجات الحرارة. هو كويس ان هو بيرسل الرسالة دي برضو، يعني وهو الراجل بيرسل رسالة الى القوى العظمى بان الواقع على الارض الان اصبح اكثر سخونة، اصبح اكثر سخونة سياسية، وأصبح أكثر سخونة بحكم التطاحن السياسي أو العسكري ما بين القوى العظمى، والعالم على مشارف حرب عالمية ثالثة. كثير من الخبراء يتحدثوا أن إرهاصاتها كانت بدأت، وأن بولندا مرشحة للصدام، وأن دول بحر البلطيق مرشحة للصدام، وأن فنلندا والسويد مرشحة للصدام، ودرجة حرارة الجو بهذه السخونة العالية. بهذه السخونة العالية لماذا؟ لأن العالم ما زال لم يتفق على مسألة ضبط مسألة الانبعاثات الحرارية أو ثاني أكسيد الكربون أو التأثيرات المناخية اللي تتأثرت بحكم الصناعات التي خرجت من القوى العظمى. ودي المسألة اللي بذلتها مصر في الكوب 27 اللي عقد في شرم الشيخ، واللي في نهاية آخر جلسة ليه أقرت مبدأ التعويضات بالنسبة للقوى العظمى على الدول الفقيرة أو الدول الأكثر هشاشة. ومن قبل ذلك مؤتمر باريس اللي عقد 2015 واللي أقر 100 مليار دولار من القوى العظمى للدول الأكثر هشاشة. بالتأكيد العالم في حالة غليان في كل شيء، وأنا متصور أنه ما هو قادم عالم مختلف ومتغير وأكثر سخونة. وأكثر سخونة طبعا طبعا. دكتور مختار غوباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة. تعالوا دلوقتي نشوف تقرير عن احتفالية وزارة الصحة والسكان والذي أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك للعمل على التوعية بأهمية الوقاية من فيروس سي. تحت رعاية وزارة الصحة والسكان أقيمت احتفالية اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك للعمل على التوعية وأهمية الوقاية من فيروس سي. الدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد والتشجيع على العمل وعلى مشاركة الأفراد والشركاء والجمهور وتسليط الضوء على ضرورة تعظيم الاستجابة العالمية على النحو الذي جاء في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد لعام 2017، حيث دعت منظمة الصحة العالمية إلى توسيع نطاق اختبارات وعلاج التهاب الكبد الفيروسي، محذرة من أن المرض يمكن أن يقتل عددا أكبر من الناس مقارنة بالملاريا والسل والفيروس نقص المناعة البشرية مجتمعين بحلول عام 2040، وذلك إذا استمرت اتجاهات العدوى الحالية. السنة دي احنا ليها مذاق خاص بالنسبة لنا، واحنا عشان كده مصر قادرة على الإنجاز، ان احنا قدرنا في خلال الفترة السنوات السابقة ومن ساعة ما اتعملت حملة 100 مليون صحة طبعا اللي اطلقها فخامة الرئيس والوزارة اشتغلت فيها وبدعم القيادة السياسية، احنا قدرنا في خلال الفترة ديت في الحملة دي في 7 شهور ان احنا نفحص ما يقرب من 60 مليون مواطن، نعالج اكتر من 3 مليون مصاب مصري، بعد ما كان احنا عندنا معدلات انتشار فيروس سي في مصر حوالي مش حوالي كانت بالظبط في 2015 7.5% في الفئة العمرية من 15 ل 59 سنة، دلوقتي احنا النهاردة عندنا 0.4 اقل من 0.5%. احنا في خلال الفترة دي مصر حققت انجاز اكتر، قللنا معدل انتشار
نسبة 94% عما كنا عليه في 2015. احنا بنوري لما يكون في اصرار وفي دعم وفي شغل وفي مجهود، وان الناس كلها قادرة تشتغل وفي دعم لأي موضوع صحي أو أي موضوع بصفة عامة، فالبلد قادرة أن هي تعمله. طبعا جمهورية مصر العربية كانت من الدول السباقة اللي هي تعمل ده، وكل المجهودات اللي اتعملت برعاية وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، أن فعلا من بعد ما كنا أكتر دولة في أعلى معدل لحدوث الالتهابات الكبدية الفيروسية وعلى رأسها فيروس سي، وصلنا دلوقتي لأن احنا لخلو مصر من فيروس سي. فأعتقد أن مصر لازم تباهي وتفتخر بنجاحها في هذا المجهود، اللي من وجهة نظري أنه هو ده الهرم الرابع اللي بنيته مصر في العصر الحديث، أن شعب معافى من الفيروسات الكبدية بكل أوجه الوقاية، يعني الجهود الوقائية ومكافحة المرض ومنع انتشاره وخفض معدلاته لأقصى درجة، والجهود اللي اتعملت في علاج الناس المصابين. فأعتقد هي منظومة متكاملة وسيمفونية جميلة عملتها جمهورية مصر العربية بقيادتها، وكان التزام وطني من كل المؤسسات المصرية. وأضافت المنظمة التي أطلقت حملة تحت شعار حياة واحدة كبد واحد أن صحة الكبد الجيدة تفيد أيضا الأعضاء الحيوية الأخرى، بما في ذلك القلب والدماغ والكلى التي تعتمد على الكبد لأداء وظائفه. سنت محمود، صباح البلد.